دي مباراة المنيا والنصر التعدين، وفوز المنيا 1-0 بضربة جزاء عن طريق بدوي عاشور. واول ماتش لمحمد عبد المجيد بيبو ابن المنيا هو المدير. قول لي الفرقتين ثلاثة اللي هينافسوا في المجموعة دي. يعني بص كل المجموعات يعني هي واضحة، هي بتروح اسيوط الجونة ومعاهم لاف فيينا. بس طبعا المقصة معاهم قريبة مش بعيدة. بس برضه المقصة انت عندك ظروف مع فترة القيد موقوفة ومش هيقدر يجيب لعيبة، مش قادرين يجيبوا لعيبة، عشان كده هم الثلاثة الأولين دولت. بس المقصة قريبة 15 نقطة. بس الفرق هيبقى مع الأيام اللي جاية. طيب نروح سريعا قول لنا الترتيب كده يا أستاذ أحمد. بتروح أسيوط 17 في المركز الأول، الجونة 17، لاف فيينا 16، مصر المقاصه في المركز الرابع 15. دول اللي في دول تقدر تقول بنصر التعدين كمان موجود في المنافسه. النصر التعدين برضه باقي بعيد بقى. بس النصر التعدين برضه نفس الامكانيات بتاعه المقاصه. الامكانيات الماديه عنده بس والله مش بعيد 13 نقطه عن 17. عارف انت بس ممكن ما يكملش تقصد ايوه كلام انا وانت. بعد الجوله 11 12 هيحصل الفارق مع الثلاث انديه الاوائل دوت والناس دي. انا بقول انا بتوقع والجونة ولافين دي بالظبط المنافسه ما بينهم هتبقى الاخر. ايوه المقص النص التعدين طبعا 13 الخامس، وشبان هنا 8، ديروت في المركز السابع 8، ونادي الفيوم في المركز الثامن 8 نقاط. بص بقى 8 نقاط من اول الثامن هنا للاول كام بونت؟ 7 يعني ماتشين 17 يعني ماتشين حوالي لا كتير ماتشين لا ده 8 بونت 8 9 نقاط ما هو 8 7 من 7 و8 15 ايوه يعني قول 3 ماتشات ثلاث ماتشات يعني يجيبوك طبعا وفي سبع اسابيع برضو مع في الدوري زي ما انت بتقول الفرق اللي هم الثلاثة اللي فوق دول هيفرقوا امكانياتهم كمان قويه امكانياتهم الماديه قويه صح عندك كيما اسوان طبعا 8 واسمنت اسيوط كيما اسوان بقى انا حزين ليه وده اللي انا كنت زعلان منه مدربين كتير بتبدا تتواصل مع ناس ومدرب موجود علي عاشور ما هو من ضمن الاخطاء ديت ان مدرب لا عيب المفروض خلاص انت ابدا اشتغل بعد المدرب ما يمشي كيما اسوان طبعا 8 نقاط، اسمنت اسيوط في المركز العاشر 7 نقاط، ومركز شباب طميه في المركز 11 7 نقاط، محسن جميل عامل بفلوس ايه؟ باقل امكانيات، ما عندوش تماما، ورغم ذلك 7 نقاط برضه فوق المنيا. المنيا والالمونيا متاخرين قوي. المنيا طبعا 6 نقاط في المركز 12، ملاوي في المركز 13 6 نقاط، الالمونيوم في المركز 14 5 نقاط، تليفونات بني سويف قبل الاخير 5 نقاط، ثم المدينه المنوره في المركز الاخير نقطتين. هنروح على كابتن كريم سريعا برضه الناس تبقى عارفه الهدافين في اول مباريات الجوله القادمه المباريات الجوله اللي جايه الاول هتتلعب امتى الجوله القادمه؟ هتلعب الاسبوع الجاي يوم الاربع والخميس والجمعه الصعيد بيلعبوا الاربع البحري والخميس مجموعه الصعيد والقاهره الجمعه اللي طبعا المباراه بتاعه الجوله الثامنه الجونه مع اسمنت اسيوط تليفونات بني سويف مع المنيا النص التعدين مع المدينه المنوره شبان انا مع الالومنيوم مركز شباب طميه مع ديروت ملاو مع كيما اسوان بتروح اسيوط مع لافينيا ماتش جامد ناري بتروح اسيوط مع لافينيا في ملعب بترول اسيوط في اسيوط الفيوم مع مصر المقاصه هدافين المجموعه ده ديربي برضه الفيوم والمقاصه ديربي الفيوم طبعا مصطفى صدفه بتروح اسيوط 5 اهداف ورجب مارو لافينا 4 اهداف يا كابتن تمام نروح للمجموعه الثانيه مجموعه القاهره والقناه ونشوف برضو النتائج كده مع بعض برضو مجموعه قويه جدا فرق كبيره كانت في الدوري الممتاز في المجموعه الثانيه خلينا نبدا كده بالنتائج الترسانه فوز على كهربت اسماعيليه 1-0 الاعلاميين والاتصالات 1-0 صالح المصريه اتصالات النصر بيخسر على ملعبه من منتخب السويس وحصل تغيير كابتن طارق السيد ايوه مسك